كما تعلمون، انطلق الدخول الجامعي بجامعة عبد الملك السعدي، وبهدف ضمان السير الجيد للدخول الجامعي عملت جامعة عبد الملك السعدي على وضع مجموعة من الإجراءات الوقائية، وقد أبان بحث أجري حول عينة أن 70% من الطلبة قد تلقوا بالفعل جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19، بينما تلقى 15% الجرعة الأولى، فيما ينتظر 15% الآخرون التلقيح. لتسهيل الولوج الجامعي لهذا الموسم، الأطر البيداغوجية والإدارية على وعي بهذا الأمر، وهي مجندة من أجل الاستجابة لكافة التحديات التي يفرضها الوضع من خلال الالتزام الصارم بالتدابير الصحية المسطرة والبروتوكول الصحي الجديد. في إطار نظام البكالوريوس الجديد وبموافقة مختلف هيئات الجامعة، تمت المصادقة على 11 شعبة في مختلف التخصصات في إطار نظام البكالوريوس الجديد وبموافقة مختلف هيئات الجامعة. كما قمنا أيضا بإقرار اختبار جديد في اللغات ومتابعة منتظمة وشخصية للطلاب، مع المواكبة في التوجيه وإعادة التوجيه على طول السنة الجامعية.